السلام عليكم. بنبدأ من المكان اللي توقفنا فيه المحاضرة الماضية، وهون يعني قبل ما نيجي للإكزامبل الموجود عندي هون، في عندي ما يسمى الأيون سيلكتيف إلكترودز أو الأقطاب الانتقائية، أقطاب الأيونات الانتقائية. هون المقصود فيها الآتي، إنه أنا عندي أيون هيدروجين فبستخدم له قطب أيون هيدروجين لقياس تركيز أيون هيدروجين في المحلول. أيضا وجدت أقطاب موازية لهذا الكلام لقياس اللي هو تركيز أيونات أخرى، مثلا زي الحديد، زي الكروم، زي النحاس، زي النيكل، بحيث صار عندي موجود ما يسمى نيكل سيلكتيف إلكترود، كروميوم سيلكتيف إلكترود، آيرون سيلكتيف إلكترود، وهكذا. هنا في عندنا رسمة بتوضح لي بناء أو هيكلية اللي هي الآيرون سيلكتيف إلكترود المسؤول عن قياس تركيز أيون بعينه، أيون بذاته في وسط مائي. والمثال عندي أو هنا اللي هو السكتش الموجود عندي هنا أو الفيجر بتمثل لي الآتي، إنه أنا عندي ريفرنس إلكترود موجود باللي هو إنترنال سوليوشن، وهذا الإنترنال سوليوشن على تواصل مع الإكسترنال سوليوشن اللي نقيس فيه اللي هو تركيز أيون معين. هنا في عندي اللي هو ممبرين بكون نفاث للايونات، الايون السلكتيف اللي مراد قياس تركيزه، وهنا في عندنا اكسترنال ريفرنس الكترود مع السوليوشن بنقيس فيه تركيز ايون معين مثل النحاس، مثل الكبا، مثل الخارصين، وهكذا. تمام، فهذا هو السكتش، وهنا قد تختلف الصور للهيكليه كما هو موجود عندنا في الصور اللي هي ايضا بي وسي ودي لكيفية قياس أو هيكلية اللي هو الأيون سيلكتيف إلكترود. هنا عندنا مثال مكتوب إنه ديزاين إلكتروكيميكال سيل، يعني نفذ اللي هو الخلايا الكهروكيميائية للتفاعلات الآتية. مثل لي إياها، ديزاين إلكتروكيميكال سيلز إن ويتش إيتش أوف ذا فولوينج رياكشن أوكيرز. بنمثل هاي التفاعلات، تمام، اللي هو سيزيوم بلس 4 بلس فيرس تعطيني سيزيوم بلس 3 بلس فيريك، يعني صار اوكسيديشن ريدكشن رياكشن في التفاعل A. مطلوب مني انه في كل حاله انه اكتب اللي هو الريبرزنتيشن اوف ذا سيل اند رياكشن ات ذا تو الكترود، يعني بدي تفاعلات نصف الخلويه اللي بتتم على القطبين، وبدي اشوف الريبرزنتيشن للسيل. الريبرزنتيشن اللي هو النوتيشن، يعني بدي اكتبها بالطريقه المكتوبه فيها هون. هذا الحل اللي هو فرع A بنكتبها بالطريقه هاي، بنسميه الريبرزنتيشن للسيل او تمثيل الخليه. بنمثلها يا بنمثلها بالتفاعل هذا، او بنترجم التفاعل هذا لما يسمى السيل نوتيشن هيك. ومن ثم بنقدر نقسم هاي التو هاف سيلز الى السيل هاي الى تو هاف سيلز على شكل هاف سيل رياكشن واحد، هاف سيل رياكشن اثنين موجود عندي هنا. فبنمثل هذا التفاعل كالاتي، انه الفرس بروح باتجاه الفرس بروح باتجاه الفرك، هيو فرس راح باتجاه الفرك، فكتبنا فرس فرك وحطينا اللي الشحطة هاي أو الداش على أساس نقول كنا بالفيز اللي هو الفرس، صرنا بالفيز اللي هو الفرك. ومن ثم في اللي هو الدبل اللي هي هاي الشحطتين أو نقاط ثلاثة فوق بعض بطريقة هاي، أو شحطتين اللي على أساس نحكي إنه أنا في عندي بريدج اللي هو قنطرة ملحية، أو في عندنا غشاء ما بين المحلول على اليسار والمحلول على اليمين. ومن ثم التفاعل الآخر اللي هو السيزيوم بلس 4 للسيزيوم بلس 3، سيزيوم بلس 4 للسيزيوم بلس 3، طبعا كلهم بالاكويس سيستم. لاحظ من هون صار في عندي عمليه اللي هو اختزال، وهون صار عندي عمليه اللي هو اكسد، تمام، سوري اكسد، وهون صار عندي اختزال. تمثيل التفاعلات الموجوده عندي هون، لاحظوا عندي هذا التفاعل نصف الخلوي هيوه مش سيل نوتيشن، وهي الهاف سيل تبعته، ان الفرس راح باتجاه الفرك، يعني صار له عندي هون اكسيديشن، وعندي هون السيزيوم بلس 4 راح لسيزيوم بلس 3، سيزيوم بلس 4 راح لسيزيوم، صار عندي عمليه ريدكشن. فانا هون هذا التفاعل عملت له تمثيل بما يسمى ريبرزنتيشن اوف ذا سيل اللي هي السيل نوتيشن هاي الموجود عندي هون، وايضا عملت ايضا هات تو هاف سيلز لهذا الرياكشن الكامل. لو جمعت هذا الهاف سيل مع هذا الهاف سيل بيعطيني السيل الكامل للتفاعل الخلوي، تفاعل نصف خلوي، تفاعل نصف خلوي، تفاعل خلوي، وهذا بنسميه السيل نوتيشن. طبعا لو رجعنا للريفرنس الكتب اللي هو التيبل تبع السيل ريدكشن بوتنشال، فممكن نجد اللي هي الجهد الخليه الموجود عندنا هون اي نود بيساوي 1.7 2 minus 0.771 وتساوي اللي هي القيمة الموجودة عندي هون اللي هي 0.7
949 فولت. طبعا الاي القيمه الموجبه بتعني انه التفاعل هذا له دلتا جي سالبه، بتعني انه هذا التفاعل هو تفاعل تلقائي. That's it. بنكمل الفرع بي وسي بنفس المنطق اللي حدك حكينا عنه في فرع اي. في عندي هنا الثيرموديناميك او الديناميك الحراريه او الترانات الديناميك الحراريه المتعلقه بالخلايا الكهروكيميائيه. عندي الستاندرد سيل المكتوب اللي هو قطب الهيدروجين مع قطب الكبر. طبعا هذا لو بدنا نقراه بنقراه بالاتي: every time كل وقت 1 mole of hydrogen react with 1 mole of copper react with 1 mole of copper ion to give 2 mole of hydrogen sorry 2 mole of electron pass through the outer circuit. بتضمن هذا الكلام انه 2 مول من الالكترونات بدها تمر عبر الدائره الخارجيه، وعبر قوانين فاراداي هذا بيعني عمليه انتقال 2 مول ضرب فاراداي كونستانت من الكهرباء، لانه الواحد مول بمرر فاراداي كونستانت هاي القيمه، 2 مول بمرر 2 ضرب هاي القيمه من الكهرباء. القوة الدافعة الكهربائية التي تتطور عبر هذا التفاعل قيمتها بالفولتية اللي هي 0.34 فولت، وبتم اللي هو نقل لتيار كهربائي بمقدار اللي هو 2 ضرب 96485 كولومب عبر هاي الدائرة الكهربائية. طبعا الرقم هذا اللي هو 2 اللي هو عدد مولات الالكترونات اللي مرت في فارادايز كونستانت اللي هو 96485 في E اللي هي فرق الجهد او الكتروموتيف فورس فرق الجهد، هاي بتعني كمية الطاقة اللي نتجت من مرور 2 مول من الالكترونات وحدوث هذا التفاعل الموجود عندنا هون. تمام، طبعا هذا الشغل هو بنسميه نون بي بي ورك، يعني ما صار فيه تمدد للسيستم او اختلاف في الضغط. تمام، ويساوي اللي هو الهبوط او النزول في طاقة جيبس، وهو عبارة عن الشغل الذي عمل عن طريق السيستم او بذل عن طريق اللي هو السيستم. تمام، وبتكون القيمة هاي الموجودة اللي هي عبارة عن 6.598 ضرب 10 قوى 4 أو 65.5.9 كيلو جول اللي هو الدلتا جي نود عند ستاندرد كونديشن، لأنه بنحكي عن واحد مول. That's it. طبعا العلاقة اللي حلينا فيها هون هي دلتا جي نود بساوي ماينس زد اف اي نود. نود هون على أساس بنحكي السوليوشن شغالين عليه عند واحد مول، إذا كان السوليوشن شغالين عليه يختلف عن واحد مول بنشيل النود الموجودة هنا، فبصير دلتا جي بتساوي ماينس زد اف اي اي اف اي اف اي. الحين اللي بدي احكيه الزد هاي في الاخر اللي اخذناه بالالكتروكيمستري بتعني اللي هي الفالنسي، لكن في هذا القانون بدي اياكم تعرفوا انه هي بتعني الان اللي هي النمبر اوف مول اوف الكترونز وليس الفالنسي. بعيد وبكرر، الزد الموجود عندي هون تعني لي عدد مولات الالكترونات اللي تضمنت التفاعل الخليوي، تمام، ولا تعني اللي هي الفالنسي في هذا القانون. بدنا ننتبه لهذا الكلام. فهون كررت نفس الكلام، اذا ما كان عندي كونديشن مش ستاندرد او الكونسنتريشن هو مش واحد مول. تمام، حين لاي رياكشن بالتعميم لو بدنا نكتب الاتي هذا التفاعل، تمام، الدلتا جي له يعني الجيبس انرجي هي الجيبس انرجي ات ستاندرد كونديشن لما يكون هنا واحد مول التركيز زائد ار تي لين الاكوليبريم كونستانت. هذا الاكوليبريم كونستانت اللي هو واي في زد على A في B، طبعا مرفوعة للاستيكيومتر كوفيشنت الموجودة هون للتفاعل، ويكتب ماينس RT. هاي دلتا جي نود هي عبارة عن ماينس RT لين الكي. طبعا هو دلتا جي نود أيضا شو هاي أيضا شو تساوي؟ تساوي هاي ماينس زد اف اي نود زائد هاي زائد RT لين اللي هي الإكوليبريم كونستنت الموجودة عندي هون. تمام، that's it. now الحين عندي هون E نود هي عبارة عن RT على زد اف لن الكي. كيف عملناها هاي؟ جيبوا هاي القيمة هاي كلها كاملة تساوي ايش؟ تساوي هاي، وخلوا هاي بدي الاي لحالها، فبتصير هاي القيمة كلها مقسومة على زد اف، والماينس مع الماينس بتطير، فبتصير عندي بالطريقة هاي. طيب وعند ال 25 درجة مئوية يعوضوا هنا 298 كلفن، والار معروفة والاف معروفة، عدد الزد هاي مش معروفة، فبصير الاي نود بنختصرها بتصير 0.0257 لن الكي. لو كانت لوج بدنا نعمل هون تغيير في الرقم الموجود عندي هون على زد اللي هي نمبر اوف الكترون نمبر اوف مول اوف الكترون اللي تضمنت اللي هو التفاعل الكيميائي. عندي مثال هون، المثال احسب لي ثابت الاتزان عند ال 25 درجة مئوية
للرياكشن اللي بحدث في دانيال سيل اذا كانت القوة الدافعة الكهربائية E اللي هي عبارة عن 1.1 فولت. بدنا نحسب الكي من هاي القيمة لدانيال سيل لهذا التفاعل، شو هي قيمة الكولومبير كونستانت له. طيب من نيرنست اكويجن اللي اخذناها الاي نود شو بتعني لي؟ القيمة هاي على الزد لان الكي الاي نود موجودة معاي والزد موجودة من هون، لازم انا اطلعها اللي هي 2 مول الكترون تضمن هذا التفاعل. تمام، بضل عندي لان الكي، لان الكي بتساوي زد في اي نود على هاي القيمة، فبصبح معاي لان الكي تساوي هاي القيمة. خذ الانتي لين على اساس تطلع الاكوليبريم كونستانت اللي هو عبارة عن 1.5 ضرب 10 قوة 37، يعني كأنه بحكي التفاعل هذا بروح الى اليمين بشكل كبير جدا جدا. This reaction shift to the right. تمام، ايضا في عندي هنا مثال اخر بامكانك تحله بنفس المنطقة اللي حلينا في هذا المثال. نتجه ايضا المثال او النوت الموجود عندي هون، عندي ايون الحديديك بيكسب الكترون بصير ريدكشن على اساس ايون الحديدوز، وعندي هون ايون الحديديك بيكسب 2 الكترونز بصير ايون الحديديك الحديدوز اسف. لاحظ هذا التفاعل هو نفس التفاعل هذا، حديديك لحديدوز، حديديك الى حديدوز، لكن هون تضمن واحد الكترون وهون تضمن 2 الكترون. اللي بدي احكيه قيمه الاي نود للسل هون او هون نفسها. شو بعني الكلام هذا؟ بعني الكلام انه قيمه الاي نود هي انتنسيف بروبرتيز، يعني زي الدنسيتي، يعني خاصيه كامنه لا تتغير بتغير عدد الالكترونات اللي دخل في التفاعل هون او هون. هذا بدكم تنتبهوها، انه قيمه الالكتروموتيف فورس او الفولتيه للسل تمام المعياريه هي عباره عن خاصيه كامنه، يعني مثل اللي هو الدنسيتي، مثل الكثافة لا تتغير، كثافة الماء في كأس ماء نفس كثافة الماء في برميل من الماء. هذا معنى الكلام إنه intensive properties. تمام؟ If the problem had been to calculate the equilibrium constant for the process. عندي هون ال H زائد E بتعطيني نص ال H، E وهاي ال E للسل عبارة عن 0 وهاي ال E للسل عبارة عن 0.771. وعندي هنا التفاعل الكامل اللي هو عبارة عن اللي هي 0.771. تمام، فبكون عندي لن الكي تمام يساوي زي ما حلينا سابقا هاي القيمة الانتي لن نطلع بصير عندي هاي. لاحظ احنا حسبنا لهذا التفاعل اللي هو دخل فيه الكترون تمام واستخدمنا هاي القيمة هاي اللي هي هاي للسل. طيب لو طبعا هنا بتفرق انه استخدمنا، بدنا نستخدم هنا في الاي للسل الكترون او 2 الكترون، فبيفرق معي قيمه الكي هنا، بيفرق معي قيمه الاكوليبريم كونستانت. كالكوليت اي نود فور ذا بروسيس، هاي البروسيس الموجود عندنا كبر بلس زائد الكترون بعطيني كبر سوليد ستيت. بدنا نستخدم هاي المعادلتين. لاحظوا المطلوب مني مطلوب الإينود لتفاعل بالطريقة هاي اللي بدي أحكي لكم إياه. بدنا الحل هذه المسألة لا نستطيع بشكل مباشر من المعادلتين هذولا إن نطلع القيمة هاي، فلازم نروح نطلع قيمة الإينود المطلوبة منا هون عن طريق قيمة الدلتا جي وليس بشكل مباشر. إذا تضمن التفاعل إلكترون، يعني لو كان التفاعل هذا ما في إلكترون تمام، يعني ذهاب مادة باتجاه مادة من دون ما يكون في المعادلة إلكترونات، منستطيع نحلها بشكل اللي هي جبري جمع أو طرح من معادلات موجودة عندنا في تيبلز. لكن يوم يكون عندنا مسألة بالطريقة هاي يجب أن أروح قيمة E اللي بدي أحسبها مطلوبة مني عن طريق قيم دلتا G. إذا أنا بدي أحسب هل هذا التفاعل قيمة E نود له من خلال التفاعلين الموجودين عندي هنا. طلع هذول التفاعلين تمام، كل واحدة معها قيمة اللي هي E لها. حين لاحظوا للتفاعل الأول عبارة عن Cu زائد إلكترون، هيو بعطيني Cu بلس. الدلتا G1 له شو تساوي؟ ماينس زد اي 1 اف اللي هي ماينس 1 بتضمنت الكترون لها في اي نود هيها في اف. طيب الثاني هي عباره عن ماينس زد اي 2 اف، طيب الثاني في 2 الكترون هيو حطينا 2 الكترون ما ننسى الماينس ساين. في قيمه الاي 0.341 هيها في قيمه اللي هي الفاراداي كونستانت 96485. الحين لاحظوا السي يو بلس زائد الكترون بعطيني السي يو، هاي المعادله لو بدي احصلها من المعادلتين هذول كيف بدي اساوي؟ اللي بدي اساوي بدي اطرح الاولى من الثانيه، يعني دلتا جي 2 ناقص دلتا جي 1
بدي اطرحهم من بعض. يعني اعكس هاي اعكس هاي واجمعها لهاي، راح يطلع معك هاي المعادلة. اعكس هاي واجمعها مع هاي، راح يطلع معك هاي المعادلة. يعني كان بقول لك اطرح هاي من هاي لما اقول لك اعكس، تمام، على اساس تطلع المعادلة هاي، تمام. لكن يوم بطرحها من بعض ما بستطيع اني اطرح هاي بشكل مباشر ما دام في عندي انا في المعادلة هاي الكترون. لو ما كان في الكترون استطيع عمل هذا الكلام، تمام. بنزل تحت بدي اشوف دلتا جي للمعادلة هاي، يعني بدي اطلع دلتا جي للمعادلة هاي ومن ثم قيمة الاي. هاي الدلتا جي تساوي زد اف اي. اذا طلعت قيمة الدلتا جي، الاي الزد معروف واحد والاف معروف، وبطلع الاي. هاي المقصود في الكلام. طب الدلتا جي لهاي كيف اطلعها؟ هي عباره عن الدلتا جي لتو ناقص الدلتا جي لون، لاني بعكس هاي وبجمعها لهاي بيطلع معي هاي المعادله المطلوبه. فبحط القيم هاي زي ما انتم شايفينها هون، فبتطلع قيمه الدلتا جي عندي هاي هي، تمام. هاي قيمه الدلتا جي نوت. طيب هاي القيمه اللي بتطلع هون هي عباره عن ماينس زد اف اي. طب الزد واحد والاف معروف، اذا اي نود بنطلعها من خلال هاي المعادله وبتساوي عندي هاي القيمه. اذا هاي القيمه هي عباره عن اي نود لهذا التفاعل وهو المطلوب. consider the following اي نود لهاي التفاعل ولهاي التفاعل involving both a one electron and a two electron process. يعني مره بتضمن انه 1 electron ومره بتضمن 2 electron process، تمام. في هاي العملية اني انا هاي الاي نود الها وهذه الها الاي نود. طيب باجي ممكن اعمل الاتي، اني بضرب هاي في 2 وهاي في 2 وهاي في 2، هاي ما بضربها تمام بضلها زي ما هي، وهاي اي 2 2 اي زائد 2E. بعدين بعمل هو اللي هو الجمع العادي على اساس اطلع المعادله النهائيه المطلوبه مني اللي هاي هي، تمام. هي عباره عن اللي هي هاي ناقص هاي، فبطلع الفولتيه اللي هو زي ما انتم شايفين 0.235، بحيث ان المعادله النهائيه ما فيها الكترونات زي ما مر معنا في المثال السابق. بترك لكم الاكزامبلز هاي كمان تطلعوا عليها وتتزودوا منها بنفس المنطق اللي حلينا في المثال السابق. عندي هنا مثال، المثال هنا calculate standard electrode potential for the reaction. هي الرياكشن وبنستخدم هاي التو رياكشن. لاحظوا بدنا نروح بالحساب هذا عن طريق قيمة الدلتا جي، يعني بدي احسب الدلتا جي لهذا الرياكشن من قيم الدلتا جي لهاي. طب كيف حصلت عليهم؟ لاحظوا انه هذا التفاعل لو عكسته وجمعته لهذا، يعني بطرح الثاني بطرح الاول من الثاني على اساس اطلع التفاعل الموجود عندي هنا، وهذا التفاعل فيه 2 الكترونز هي هون بدخلهم فيه من قيمه الدلتا جي اللي طلعت معي هون بطلع قيمه الاي. هذا تكرار للمثال السابق. نيرنست اكويجن، معادله نيرنست بامكاننا نشتغل عليها ونطلعها. عندي هاي التفاعل القطب الهيدروجين مع الكبر اذا ملاحظينه، تمام. الجيبس انرجي لهذا التفاعل دلتا جي بتساوي ماينس ار تي لين الكي نود ناقص ار تي ناقص الناقص ناقص ار تي لين اللي هو الاكوليبريم كونستانت. الاكوليبريم كونستانت لمين؟ للاتش هيها تربيع على السي يو اللي هو ايش؟ للسي يو للقوه واحد، هيها موجوده عندي هنا. لاحظوا عندي انا هنا هاي ما دخلت بالتفاعل، هاي اللي هي السي يو والاتش 2، تمام. اللي دخل عندي اللي هو بالاكويس سيستم حطناهم اللي هو معادله اللي هي الاكوليبريم كونستانت هون لين الكي، تمام. طبعا هون البارت الاول هاي في هاي بيعني لي انه عند ستاندرد كونديشن. طيب والبارت الثاني ار تي لين هاي تعني لي عند اني ستيت اذر ذان اللي هو الستاندرد كونديشن او المال 1 مولر للسيستم. دلتا جي نود هي ماينس ار تي لين الكي، وهي ايضا ماينس زد اف اي نود. بدي اركز انه الزد هون هي ان او النمبر اوف مول اوف الكترونز، هيك بتعرفوها، تمام. طيب المعادلة هاي موجودة عندي هون، نقلتها هون بنفس الطريقة. دلتا جي بتساوي دلتا جي نود، دلتا جي نود هي عبارة عن ماينس زد اف اي نود هيها، طيب زائد اللي هي ار تي لين الكوليبريم كونستانت هيها، تمام. طيب الدلتا جي مش النود، الدلتا جي بتساوي ماينس زد اف اي هيها، ماينس زد اف اي بحطها هون، وهي بنزلها زي ما هي وهي بنزلها زي ما هي، تمام. اقسم كل الاطراف على ماينس زد اف ماينس زد اف ماينس زد اف ماينس زد اف، فبتصبح المعادله هاي هيها اي تساوي اي نود ناقص ار تي على زد اف لين الاكوليبريم كونستانت. هذا
اللي هو التفاعل هذا. هاي اللي هي عبارة عن Nernst Equation. نتوقف هون وبنكمل معاكم المحاضرة القادمة إن شاء الله. يعطيكم العافية.